السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة طلبت مني كثيرا، يعني بعد الطلب الكثير والإلحاح الكثير من طرف المشتركات، اخترت لكم هذه الوصفة لتبييض وتفتيح المنطقة، يعني منطقة بين الفخذين وأيضا تحت الإبطين أو أي منطقة سوداء في الجسم. بالنسبة لهذا الموضوع في الحقيقة لا أحب التكلم فيه كثيرا، ولكن بسبب الطلب الكبير اخترت لكم هذه الوصفة. أتمنى فقط أنه الرجال لا يدخلوا لهذه الوصفات، لأنه كل وصفاتي موجهة للنساء فقط. أتمنى أنه النساء فقط هم من يشاهدون هذا الفيديو، لأنه فيه إحراج كبير جدا، آسفة جدا بالنسبة للناس الذين لا يحبون هذا النوع من الوصفات، ولكن اضطررت أني أقدم هذه الوصفة بعد الطلب الكبير عليها. بالنسبة لهذه الوصفة هي وصفة فعالة جدا، سأحاول الشرح شرح بسيط وأنتم سوف تفهمون إن شاء الله. لا داعي للتدقيق في المنطقة وفي يعني في الشرح، سأشرح شرح عادي جدا وأنتم ستفهمون الطريقة إن شاء الله. بالنسبة لهذه الوصفة، مكون رئيسي فيها وهو البطاطا. بالنسبة للبطاطا، أي نوع من البطاطا المتوفر في البيت، سنحتاجها إلى في مرحلتين، مرحلة للتقشير ومرحلة أخرى للتبييض. قبل ما أبدأ في كل هذه الخطوات وهذه المراحل، دائما أتمنى منكم تشجيعي بلايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الزائرات الجدد يشتركنا في قناتي، وسأحاول إفادتكم بأحسن وأسرع الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة لبعض النصائح، يعني ضروري جدا للعناية بهذه المنطقة أننا نقوم بتنظيفها جيدا، نعتني بالنظافة الشخصية، أيضا بالتجفيف، ضروري جدا أن نجفف المكان دائما حتى تتكاثر البكتيريا، أيضا تغيير الملابس تقريبا يوميا، واستعمال الملابس القطنية، أيضا غسل المنطقة بالغسول المخصص، ولكن لا يجب استعمال الغسول لفترة طويلة جدا. أنصح باستعمال صابون البلدي اللي احنا نقول له صابون طرف أو صابون جراف، يعني الذي يكون بدون رائحة، هذا هو الصابون الأحسن حتى نتفادى الالتهابات، لأن الالتهابات هي التي تسبب أو هي السبب الرئيسي في استمرار تلك المنطقة. وأيضا نستعمل بعض الخلطات والوصفات. بالنسبة للأخوات اللواتي عندهن بشرة حساسة، ضروري جدا نعمل اختبار بسيط لهذه الوصفة، لأنه لا أدري ممكن لا تتناسب مع أصحاب البشرة الحساسة. أنا أقدم الوصفة وأنتم جربوها على منطقة صغيرة، وإذا لم تتحسس المنطقة استعملوها عادي. تقريبا هذه الوصفة تظهر من أول استعمال. بالنسبة للمرحلة الأولى، نأخذ حبة من البطاطا متوسطة الحجم بهذا الشكل، نقشرها ونغسلها جيدا، ثم نقوم ببشرها بشر ناعم. سأقوم ببشر حبة البطاطا وأرجع لكم. بعد ما بشرنا البطاطا تحصلنا عليها بهذا الشكل، سنقوم أول شيء بتصفيتها. نفصل الماء البطاطا عن هذه القشور، لأننا نحتاجها الاثنين معا. لاحظوا أن لون البطاطا تبدل، تأكسد فقط لأنه سريعة الأكسدة البطاطا. نحتفظ بماء البطاطا وأيضا بالقشور. الطريقة الأولى أو المرحلة الأولى هي مرحلة التقشير، نحتاج فيها إلى قشور البطاطا بهذا الشكل.
ونضيف لها مكون آخر وهو الأرز المطحون، كمية من الأرز المطحون ملعقة صغيرة بهذا الشكل. ونحتاج أيضا إلى كمية قليلة من ماء الورد، كمية قليلة جدا. نخلط المكونات، إذا لاحظنا أن الخليط متماسك جدا نضيف كمية من ماء الورد. بالنسبة لطريقة الاستعمال، نغسل المنطقة جيدا، ننظفها جيدا ونغسلها بالماء الدافئ، ونقوم بتقشير المنطقة بوضع كمية من هذا الخليط على المنطقة وعمل حركات دائرية بهذا الشكل. هنا نقصد تقشير المنطقة. نقشر المنطقة جيدا بهذا الخليط. بهذه الطريقة نترك المقشر دقائق على البشرة، ثم نقوم بغسله وتنظيفه جيدا بالماء الدافئ، وبعدها نأتي إلى مرحلة المبيض والمرطب، الماسك المبيض والمرطب. بالنسبة لهذا الماسك نحتاج فيه ماء البطاطا الذي استخلصناه منذ قليل، ونحتاج أيضا إلى عصير الليمون. نضيف كمية من عصير الليمون، تقريبا ملعقة من عصير الليمون، ونحتاج إلى المكون الآخر وهو خميرة الحلويات. بالنسبة لخميرة الحلويات، إذا كانت بشرة حساسة جدا ممكن نستغني عنه، ولكن هو يزيد الوصفة مفعول كبير جدا. نضيف كمية تقريبا نصف ملعقة من خميرة الحلويات، ونخلط جيدا. بهذا الشكل. ثم نضيف المكون الآخر وهو زيت الجليسيرين. نضيف مقدار ملعقة من هذا الزيت. ونخلط جيدا. حتى نتحصل على خليط بهذا الشكل، ونطبق هذا الخليط على المنطقة بهذه الطريقة. بالنسبة للمدة التي نتركها، إذا استعملنا خميرة الحلويات نتركها 10 دقائق فقط، ونغسل المنطقة جيدا ونرطبها بأي مرطب مناسب للبشرة، أي كريم مرطب أو أي زيت مرطب. أما إذا لم نستعمل خميرة الحلويات، ممكن أننا نتركها تقريبا من 20 دقيقة حتى نصف ساعة، وبعدها نغسل المنطقة جيدا. بالنسبة للمقشر نستعمله 2 إلى 3 مرات في الأسبوع. أما هذه الوصفة أيضا نستعملها تقريبا أكثر من 3 مرات أو 4 في الأسبوع حتى نحصل على النتيجة المطلوبة إن شاء الله. هذه هي وصفة اليوم، ولا تنسوا المرطب، ضروري جدا ترطيب المنطقة.
هذه هي وصفة اليوم، شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.